مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا. تحية وحب وتقدير لكل من يشاهدنا من خلال شاشة قناة الأهلي في كل مكان. طبعا النهاردة هنعمل مع بعض مهارات جديدة، والمهارات دي هتطلع على المانجا النهاردة إن شاء الله. هنعمل تخزين المانجا لكل أصدقائنا اللي عايزين يخزنوها، علشان خلاص المانجا كل سنة وحضراتكم طيبين في الأواخر. وهنتكلم على كمان قمر الدين المانجا، لأن إحنا عرفنا دلوقتي إنه فيه في السوق، بقى فيه بالفراولة، بقى فيه بالمشمش طبعا الأساسي بتاعنا، عندنا بالجوافة، عندنا كمان بالمانجو. يا سلام بقى لو عملناها بالمانجو الطبيعية، هتبقى جميل جدا وهتستمتعوا بقمر الدين. كل سنة وحضراتكم طيبين، ربنا يبلغنا إيه رمضان، يعني لا فاقدين ولا مفقودين. طيب هنبدأ أول حاجة نقول قمر الدين، عشان هو بياخد شوية وقت كده معانا نشتغل فيه مع بعض. هقول مقاديره وهنحكي مع بعض على أصناف المانجا. أول حاجة عندي قمر الدين المانجو، هقول لو عندي لتر زي اللي قدامي ده من العصير البيوري، هستخدم عليه المانجا. لو مسكرة نوعها مسكر، مش هنحط سكر كتير لان انا هضيف عسل جلوكوز، فهنقلل نسبة السكر، فهحط كوباية الا ربع سكر. خلاص، نص معلقة بسيطة قوي ملح ليمون، وده عشان مادة حافظة. عندي كوباية من عسل الجلوكوز لو عايزينها مسكرة قوي، او عايزين طعم القمر الدين ما تضيفلوش سكر بعد كده، مفيش مشكلة، حطوا كوباية. لا، هتضيفوا له سكر وممكن يعني تخلوه، إذا أنتم محتاجين خلوها نص كوباية. لكن أنا حبيت أقول المعيار لحضراتكم، الكوباية دي على اللتر من المانجا البيوري. طبعا أول حاجة هحطها على النار، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كده الإيه المانجو، بعد ما نزلنا نوع المانجا. طبعا أحلى مانجا فيها لحم، اولا الاسماعيليه او من الناس اللي في اسماعيليه، احلى مانجا طبعا في الاسماعيليه، وتحيه لكل اهل الاسماعيليه. المانجا العويس طبعا اعلى حاجه واحسن حاجه اكيد يعني. التخزين دايما يقولوا لنا النصيحه، حتى بتوع المانجا في اسماعيليه وببعت لهم تحيه كبيره، يقول لك احنا بنخزن الزبديه، وفي ناس بتخزن الكيت. انا جبت الكيت النهارده برضو علشان حضراتكم ايه تبقوا عارفين، من الحاجات الحلوه اللي طعمها ما بيتغيرش. بسم الله، هنحط كده. تعالوا الاول ننزل كده الايه العصير المانجا البيوري. طبعا انا وانا عماله بقى بخزن، بقطع المانجا وباخد الشرايح، هيتبقى عندي شويه حاجات كده ايه سايله، يعني ايه شويه مانجا بقى ايه اتضربت بيوري كده، اروح انا مستفيده منهم وعامله شويه قمر الدين، سواء عصير مركز او لفائف، اللي يريح حضراتكم اعملوه. عايزه اقول لكم اول حد اخترع القمر الدين ده كانت سوريا، لأن كان في مجموعة مشمش متنوعة ظهرت فجأة، فعشان كده دايما قمر الدين يعني أصبح منتشر في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط. ولكن برضو قمر الدين السوري هو يعد فعلا من أنواع الجيدة جدا، وهو الأفضل يعني، وتحية لكل أهل سوريا. طيب نقول بقى مين اللي اخترعها وليه تسمى قمر الدين، لأنه اللي اخترعها كان رجل سوري اسمه قمر الدين، وكان وسيم جدا، وكانوا يقولوا له قمر، علشان كده سموا قمر الدين باسمه. وبيقال ان المشمش المميز ده اتزرع وفي وسط ظهور القمر الجديد في شهر رمضان، علشان كده برضو دي مقوله اخرى، فاتمنى يا رب تكون هي دي اضافه لحضراتكم. بصوا بقى، حطيت السكر، بدات ادوبه. عايزه اقول لكم هتحتفظوا بعصير مركز على فكره، تقدروا كمان واحنا بنخزن المانجا، عايزين هتطلعوا منها عصير، هتطلعوا منها المانجا اللي هي الكتل اللي بناكلها عند بتاع العصير، هنعملها هتطلع زي بتاعه العصير بالظبط، ومش هيتغير طعمها. في مانجا ساعات لما بنيجي نخزنها انواع اخرى ما ينفعش للتخزين، تلاقوها بقت زي القش، اول ما يعدي عليها شهرين ثلاثه كده تلاقوها بقت خلاص يعني ايه ما بتبقاش كويسه. وبعدين المانجا الزبديه ميزتها بقى هنتكلم عنها دلوقتي، فيها لحم، فيها مزازه، قشرتها تخينه كويسه، فيها نسبه الياف حلوه، وفيها نسبه املاح عاليه، هي رقم واحد في التخزين ورقم اتنين في العصير، لان مهما تخزنت بتطلع طازه وطعمها مش بيتغير. افضل طريقه في التخزين هنعمل بقى ايه مع بعض دلوقتي، ان احنا نقطع شرايح، وكل بين طبقه والتانيه معلقه سكر، وفي كاس، ونحطها في الفريزر. هتطلعوا بقى احلى عصير. ناخد ام جوزيف. يا صباح الورد.
صباح الفل يا شيخ. اهلا عزيز. اهلا حبيبه قلبي ام جوزيف، اهلا بيك، وكل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي. بمناسبه عيد ميلادك انت عامل في القناه جميل، ربنا يخليهم يا رب. والله تسلم ايديكي، وشكرا على الفيديو الجميل، انت عملتي لي فيديو حلو وبعتيه لي، وشكرا على الكب الحلو اللي عملتيها وعليها صورتي وبعتيها لي، وشكرا ليكي والام اسلام بجد على يعني اهتمامكم بيا وانكم شيرتوا فيديو خاص بيا. ربنا يخليكم ليا بجد، شكرا جزيلا حبيبه قلبي. تسلمين يا ام جوزيف، تسلميلي. وميرسي على ايلا الاحفاد الغاليين اللي بعتولي. أيوة كل سنه هنيئة. ايوه وانا طيبه يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا ربنا يبارك فيهم يا رب. شكرا على المعلومات الجميله اللي بتديها لنا عن القمر دين ده، انا بامانه انا اول مره اعرفها، خلي بالك يا حبيبه قلبي. كتبتها وانت بتقوليها، انا كتبتها برضه عشان نفذها، ده حلوه معلومات جميله برضه. تسلميلي يا رب يا ام جوزيف، ويا رب ان شاء الله رمضان يجي كله بالخير يا رب على الناس كلها. يا رب امين علينا وعليك، وكل سنه وانت كمان طيبه. شكرا لقناه الاهلي اللي عملت لك عيد الميلاد الحلو دوت يا حبيبتي. ربنا يخليكي كتر خيرك. ربنا يخليكي يا قلبي. شكرا ليكي، شكرا ليكي يا ام جوزيف، في حفظ الله يا حبيبتي. شكرا لكل اصدقائي اللي بعتولي من خلال صفحتي الشخصيه، كل من عايد عليا بجد من قلبه شكرا. طبعا يعني المحبه دي حاجه غاليه قوي 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 بجد، وحب الناس ده نعمه، نعمه كبيره قوي قوي قوي، تعد من انواع الرزق الغاليه، لانه ادنى انواع الرزق هي الفلوس او الماديات. فخلينا كده نقول ايه، اتمنى لحضراتكم دايما السعاده، وربنا يحقق كل امالكم يا رب، ويفرحكم باولادكم وباحفادكم، ودايما كده يعني ابقى في نجاح بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم مسانده حضراتكم وتشجيعكم ومتابعتكم ليا. شكرا جزيلا. طيب هنرمي كده، بصوا دي الزبديه، المانجا الزبديه. بصوا بقى، بدات بعد ما حطيت السكر هنبدا ان ايه، نقدر نعمله على فكره من غير عسل جلوكوز، يعني اصدقائنا اللي ما بيحبوش يستخدموا عسل الجلوكوز هيحطوا نسبه سكر، انا ما بحبش اكتر نسبه السكر قوي، بقول دايما ايه السكر يبقى وسط، حتى في العادي ما نتعودش على السكر الزياده، انه المانجا كمان فيها نسبه سكر، تمام؟ فانا هبدا اسيبها كده تبدا تغلي، يعني اقدر اعمله لونه هيغمق شويه، ونبدا نقشر الايه المانجا بتاعتنا اللي احنا الزبديه الجميله دي. هنتكلم عن كمان انواع ثانيه من المانجا، طبعا الهندي بيستخدموها اكتر للحلويات، يقول لك الهندي دي طعمها فيه مزازه، فدايما لما نعمل كنافه زي اللي هنعملها النهارده بالمانجا نستخدم المكعبات الهندي. بتبقى ايه طعمها فيه مزازه، فما بتبقاش مع العسل مع الكريم شانتي مع الكاسترد وكده، ما تبقاش كلها ايه معسله قوي، يبقى فيه تناسب كده. نتكلم على الانواع كلها. تعالوا بقى، طبعا مش معنى ان شكل المانجا حلو يبقى اكيد طعمها حلو، لا، في معايير اختيار. طبعا كثافه اللحم قد ايه، حجم البذره قد ايه، كميه السكر اللي جواها قد ايه، كميه الالياف اللي موجوده قد ايه، تنفع عصير ولا ما تنفعش. بصوا كده، ناخد معانا مكالمه جايا وبعدين نستكمل. معانا ام محمود، يا صباح الفل. صباح الفل، يا صباح العسل. صباح المانجا الجميله. اقول لك كل سنه وانت طيبه طبعا. ربنا يخليك يا ام محمود، تسلمي. ربنا يسعدك زي ما بتسعدينا كده يا حبيبتي، ربنا يسعد قلبك دايما يا رب. ربنا يبارك لك. هو كل حاجه بتتخزن زي المانجا كده، يعني كل الجوافه واي حاجه؟ واقول لك طريقه الجوافه سهله قوي وبسيطه وجميله، وهتستمتعي بيها، وعارفه هتطلعيها مش هتحتاجي تلج كمان. الله يبارك، هقولها لك من عيني. شفتي جميله والله. الله يسعد قلبك يا ام محمود، نورتيني طيبه يا حبيبه قلبي، وانت بصحه وسلامه ويا رب العالمين، ما تحرمش منك ابدا. الجوافه، هنجيب الجوافه، هنقطع الجزء اللي فوق كده ونقطعها نصين، باخد بمعلقه البذر كده اشيله، وزي ما هي نصين جوه بعض بعصر عصره ليمون، اقلبهم كلهم مع بعض واعمل اكياس، بدخلهم جوه بعض كده زي الايه، على حسب او على قد الكميه اللي تستوعب الخلاط انه يعمل لي شفشق كبير، واحطها في الفريزر، هتطلع ولا تسود، فيها نسبه ليمون حافظاها وتستمتعوا بيها، او ما بتبقى مجمده وتحطوها في الخلاط خلاص، هي مش محتاجه اكتر من كده. انا هعمل واحده كمان. تعالوا بقى نكمل انواع المانجا. شوف انا بشتغل في الزبديه. المانجا في انواع منها، في طبعا انواع مانجا بلدي كده، دي كانت موجوده من زمان قوي في مصر، يعني من قديم الازل،
وفي مانجا بتبقى مهجنه عشان يحسنوا الجوده بتاعتها، بس طبعا الطعم البلدي بتاعتنا ودي صعب انكم تلاقوها، دي بتبقى في المحافظات يعني وفي الاماكن دي المهجنه دي بتبقى بقى ايه حاجات يحسنوا منها يعني، لكن البلدي الصغننه دي بتبقى زهيده الثمن ولكن مش موجوده كتير. بيكون سكرها قليل وفعلا اليافها قليله سبحان الله على الرغم ان حجمها صغير، عشان كده هي ما بيبقاش يعني عليها اقبال قوي. تعالوا كده بصوا بقى، بصوا هنا القمر الدين ومعانا ام اسلام. الو حبيبه قلبي صباح الفل. عليك. وعليكم السلام. الحمد لله. معلش يا عزيزي. يا روح قلبي الف سلام على صوتك يا روحي. بصي معلش بقى هعمل ايه يعني؟ لا بعد الشر عليك يا روح قلبي. والله انا لولا غلاوتك عندي انا الدكتور امبارح من يعني من الكلام خالص. لا يا عمري لا. طيب خلاص انا يكفيني ان انا سمعت صوتك بقى عشان ما نرهقكيش. لا والله انا يعني عايز بس اقول لك كل سنه وانت طيبه. حبيبه عمري ربنا يخليك. العمر كله ليكي يا رب يا رب يديكي كده العمر والفرحة وكل أمين. حاجة حلوة في الدنيا يا رب ويخليكي لينا. أمين ويخليكي ويديكي الصحة والعافية وألف مليون سلامة عنك يا روح قلبي. أنا حاولت أكلمك والله يومين بس كنت تعبانة جدا. لا سلامة عمرك. ربنا يخليكي بعد الشر عنك. يلا أنا مش عايزاكي بقى تطولي خلاص، إحنا سمعنا صوتك ودي حاجة جميلة وكل سنة وأنتي طيبة وبصحة وعافية حبيبة قلبي. تسلمي يا ام اسلام، يعني والله مكالمتك غاليه عليا قوي حبيبه قلبي، شكرا جزيلا والله على المحبه دي جدا بجد. ربنا يسعد اوقاتك كلها ويفرحك بابنك يا رب. بصوا بقى حطيت العسل الجلوكوز، هبدا بقى ايه اقلب، هسيبها شويه وهنبدا نقفل مع بعض المانجا الحلوه دي. هوريكم برده الكيت، الكيت بصراحه جميله لحمها حلو. هنبدا نسترجع تاني الكلام الحلو عن المانجو. في نوع بقى جميل من الانواع الحلوه يعني العويس الهندي، في السناره ده كمان من الانواع الحلوه قوي. هي صغيره ولحمها قليل وسكرها قليل لكن فيها الياف يعني مش كتيره، بس طبعا اقل من الزبديه بكتير. في نوع الهندي ده طبعا لا يعلى عليه، وعايزه اقول لكم دي للاكل بس او زي اللي احنا هنعملها النهارده. بصوا بقى دول اللي انا باخدهم اجمعهم في بوله زي ما حضراتكم شايفين كده واعمل منهم القمر الدين. بصوا باجي كده اروح عامله كده اهو عشان انضف الايه البذره دي كلها اهي، واخد العصير ده هو ده اللي اجمعه واعمل منه قمر الدين او العصير المركز من المانجو. والله احلى من اللي بتشتروه من السوق مليون مره، وحاجه طبيعيه وفاكهه طبيعيه وخزناها واتبسطنا بيها. في ناس بتخزنها الزبديه بقشرها، انا مش مع القشر يعني بيأثر على الطعم شويه، مع ان سبحان الله القشر ده له فوائد كتير جدا هنتكلم عنه برضو. بصوا كده بصوا كده اهي، قشر المانجا ده فيه عناصر غذائيه كتير جدا، فيه كميه من السكر وفيه كربوهيدرات وفيه فيتامين الف وبيقوي الجهاز المناعي جدا، وفيه فيتامين سي عايزه اقول لكم بيرمم الجلد. بس طبعا الناس اللي بشرتها حساسه ما بينفعش معاها المانجو خالص. بصوا كده وبيحسن الجهاز الهضمي، شايفين كل دول انا باخد الشرايح بس والباقي ده هنعمله عصير كله منها من نفس الكميه اللي انا عاملاها، شايفين ازاي اهي روعه روعه روعه. عايزه اقول لكم العصاير او انواع المحلات العصاير دايما ياخد ثلاث انواع من المانجا بيخلطهم مع بعض، بياخد السكري وبياخد الزبديه وبياخد الهندي كمان معاهم. لازم واحده تبقى فيها الياف والسكري رقم واحد في مصر في العصير عشان حضراتكم تبقوا عارفين، ومش مناسبه للتخزين لان هي فيها نسبه سوائل عاليه وقشرتها رفيعه جدا، اي خبطه كده بتسود. طيب لحمها دايما سايب كده تحسوه مش كتير، سكرها عالي جدا، السحب عليها بيكون عالي جدا. بصوا ما شاء الله الزبديه جميله ازاي، وشايفين الالياف، بصوا الالياف اهي، شايفين نسبه الالياف حلوه ازاي ولونها جميل ازاي. بصوا الجمال، تعالوا بقى شيلنا دي وانا هعمل دول، واول ما نرجع استسمح حضراتكم في استراحه هخلص اخر مانجو وهترجعوا نقفل بقى مع بعض الكيسه واوريكم هنقفلها ازاي في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. بصوا بقى كده بدأ ايه اللون يغمق سنة عن مكان في المانجا، سنة سنة
هتغمقي طبعا. هنعمل زي المشمش لما بيبقى فاتح ويرجع لونه يغمق. انا هديت عشان ما يتلسعش مني ان المانجا سكرها يتلسع. طبعا مش هحكي لحضراتكم حصل ايه في الفاصل، ان انتوا شفتوا اكيد كميه المانجا ودلوقتي بقت عامله ازاي. مفيش مشكله، خلينا بقى نبدا ايه نلحق دول نخزنهم عشان ايه ممكن ما نلحقهمش. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، شرايح كده. قبل ما اخد الشريحه دي خد معلقه صغننه كده، بصوا هنحط كده، ما هي معلقه كبيره يعني معلقتين صغيرين، نرشهم بس ايه رش كده. وهعمل كده كمان في العصير اللي جنبي ده، يعني انا لو كنت مان حضراتكم العصير اللي جنبي ده عايزين تستخدموه انه يبقى كعصير قطع مانجا كده مفيش مشكله برده. اهي دي طريقه كده، خليني اقفل هنا ده كده، وبعدين هاخد واحد كمان نحط باقي الشرايح، نعمل كيسين كده. انا لسه ما ضفتش الملح ليمون على القمر الدين، هضيفه في الاخر زي ما بنعمل كده المربى، ونروح حاطين الملح ليمون في الاخر اهو. وهناخد شويه من السكر، معلقه كبيره، طلعوا بقى الطعم مش قادره اقول لكم بيبقى رائع ازاي. خليني ايه اقفل دول كده كمان. اهو ودي كده كده. والعصير ده اللي احنا طلعناه ممكن قوي احط هو كمان ويبقى عصير اهو، وارش عليه بقطع المانجا زي ما هي، معلقه سكر برضو اهو، ويبقى عصير تطلعوه وهو ساقع زي ما هو ومش محتاج حاجة أساسا، بقطع المانجا وكتل المانجا الرائعة دي. يلا بينا، الصوت بعد قوي يا حبايب قلبي. خلينا بقى نمسح دي كده من بره. في بقى أنواع تانية من المانجا، في مبروكة حجمها كبير وطعمها حلو وكمان لحمها كتير، بصوا وفيها سوائل كمان حلوه اهو، ده عصير حجمها بيبقى اكبر من الصديقه شويه بس مش احلى منها. يعني الصديقه دي بقى من الفئات المتميزه جدا، تتحط بقى على الكنافه، اعملوا بيها طرط مانجا رائعه ونسبه السكر فيها ممتازه، القشره بتاعتها معتدله. بصوا ده عصير، دي كيت هوريها لحضراتكم برضو. بصوا الكيت حجمها عامل ازاي، بسم الله، قشرتها ناعمه قوي ورقيقه يعني مش تخينه مش كتيره، انا بس جايباها شويه ماسكه، بحبها اجيبها انا كده وهي تستوي معايا احسن ما اجيبها مستويه عشان اضمن طعمها. لحمها كثيف كده بصوا وناعم، وبتتخزن وبتتعمل عصير حقيقه، الاثنين بيتعملوا كده. هنا نقلب، بصوا القمر الدين معانا مدام ورده من الشرقيه، اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيكي مدام عزيز. اهلا بحضرتك، ايه الاسم الجميل ده يا مدام ورده؟ الله يخليكي يا شيف عظيمه، منوره قناه الاهلي يا شيف عظيمه. الله يسعد قلبك يا حبيبه قلبي، نور بوجودكم واتصالاتكم. والله احنا بنحبك يا شيف عظيمه ومتابعينك على قناه الاهلي، وربنا يا رب يخليك على قناه الاهلي دايما. امين يا رب العالمين، احلى دعوه دي والله حبيبتي. ربنا يبارك، ربنا يبارك فيكي يا حبيبتي، كل حاجه حلوه بتعمليها وما شاء الله على المانجا اللي انت عاملاها. يا حبيبتي تسلمي لي يا رب، كلك ذوق والله. لو ليكي اي طلب قولي لنا يا مدام ورده. ربنا يخليكي يا شيف عظيمه يا رب، ربنا يخليكي، كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادك. الله يخليكي وحضرتك طيبه وبصحه وسعاده يا رب، شكرا ليكي، كلك ذوق. الله يخليكي كل يا حبيبتي، الله يخليكي يا حبيبتي، منوره الدنيا كلها والله يا شيف عظيمه. قلبي منور بوجودك واتصالاتك، شكرا، سعيده بمكالمتك قوي يا مدام ورده والله، شكرا ليكي يا حبيبه قلبي، شكرا جزيلا.
حبايبي شكرا لحضراتكم كلكم، ذوق والله بجد. بصوا كده في بقى مانجا الطيمور، عارفينها فاكرينها بتاعت النجم بقى ايه ربنا يديله الصحه والعافيه عادل امام، طيمور وهندي ومنجاوي، فاكرينهم المسرحيه دي؟ دي من احلى انواع المانجا في مصر. بصوا كيت ما شاء الله لحمها حلو ازاي، شايفين؟ دي برضو من احلى انواع المانجا. انا بقى هاخد دي كده، استنوا اشوف دي حلو. تعالوا بقى نتكلم عن العويس الاسماعيلاوي بقى، ما تقارنش اصلا باي نوع مانجا حتى لو اجنبيه، فعلا لحمه متماسك وسكرها مظبوط مليون في الميه. بصوا انا بحب العويس دي جدا قوي. بصوا بقى باخد الكيت، بصوا اللي قبل بصوا البذره بتاعتها صغيره، هتشوفوها دلوقتي كل ده ما شاء الله لحم حوالين البذره بس، وهعمل كده. صوتكم بعيد قوي يا حبايب عمري، مش سامعاكم خالص. تعالوا بقى نتكلم بقى ايه عن قولوا لي لو في فصل عرفوني بس قبلها. لو في مانجا تانية بقى كمان اللي هي الفونس، دي بقى دايبه دايما بتتقطع بطريقه الكوبايه اللي هي بناكلها دي بالمعلقه. بصوا البذره بتاعتها مش كبيره، بصوا يعني رفيعه رفنوعه. دي الكيت، وبرضو انا هاخد كده معلش كده جلافز نضيف، احط في كيس ماشي يا روح قلبي. ازود بقى هنا شويه نار، بسم الله. نتكلم بقى عن فوائد المانجا في العموم، ليها فوائد كتير قوي. حاجه اول حاجه في فوائدها ان احنا بنستمتع باكلها، ودي اهم حاجه. تاني حاجه فيها مضادات اكسده كويسه جدا، حلوه قوي للقولون، وفيها فيتامين سي بنسبه عاليه، وبتقلل كمان نسبه تخيلوا الكوليسترول الضار في الدم، بتنظف البشره بتديها نضاره، بس اصحاب البشره الحساسه لا. ناخد السكر، دي بقى يعني ايه ليها فوائد كده جميله. دايما الدكاتره يقول لك ايه، دي بتحافظ لك على نسبه القلويات في الدم، وفيها نسبه بوتاسيوم برده كويسه. عايزه اقول لكم بقى هي يعني، بس طبعا ما ينفعش ناكلها المرضى السكر لان هي مسكره جدا، بس دي كيت. الورق بتاعها ده او الحروف بتاعتها دي اللي هي القش، اسفه ورق الشجر بتاعها بيتغلي في ميه وبينقعوه بالليل، ومرضى السكر بيشربوه الصبح، بيظبط لهم مستوى الانسولين. تخيلوا الورق الشجر اللي هي مزروعه عليه المانجا اللي بيبقى اخضر مع المانجايه كده، فيها فيتامين ألف بشكل جميل. فيتامين ألف ده مفيد جدا يا جماعة والله قوي، وفيتامين إيه مهم جدا. تعالوا بقى إيه أمسح كده اللي هنا، وبعدين نستكمل. شوفوا بقى الفرق بين اللون الزبدية طبعا ولون الكيت. الكيت شفتوا ما شاء الله المنجاية كبيرة وحلوة إزاي، وانا دلوقتي حاطه القمر الدين. هبدا بقى ايه قبل ما يدخل على التسويه، انا بس مهديه النار عشان ما يتلسعش مني، مش دايما اقلبه لانه من تحت لو اتلسع هيشيط مش هيبقى حلو. بصوا كده دي الكيت ودي الزبديه، دي زبديه ودي كيت، وده شويه العصير اللي اتبقوا اللي احنا هناخد منهم زيهم شويه من الكيت اهو، واحط عليهم برضو سكر كده. دول لوحدهم يتعملوا عصير دايركت، يعني اعملهم كده شايفين خلاص ويتشربوا عصير. معانا مدام سلوى من الشرقيه، يا مرحب. يا مرحب، مرحب بيكي، مرحب بيكي يا شيف عظيم. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. اهلا وسهلا، منورانا يا شيف عظيمه، ومانجا جميله اللي انت مخزناها دي، مانجا جميله تسلم ايدي. الله يخليكي، تسلمي يا رب ما تحرمش منك كل حاجاتك جميله يا شيف عظيم. الله يسعدك، وتحيه لكل اهل الشرقيه الكرام، وبحب اتفرج دايما عليك ومتابعاك. يا حبيبتي ده شرف ليا، على راسي من فوق والله. الله يخليك، كل سنه وانت طيبه في عيد ميلادك. وانت طيبه وبصحه وسعاده يا رب، انتوا اهل الشرقيه اهل الكرم.
منورانا يا شيف عظيم. الله يسعدك، منور بوجودكم حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. الله يخليكي، ما تحرمش منك، ولو ليكي طلب قولي لنا من عندي والعندي. تسلمي 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 على كل حاجه بتعمليها، تسلمي. الله يخليكي يا حبيبتي، نورتينا وشرفتينا، تسلمي لي يا رب، وشكرا، كلكم ذوق والله. بصوا بقى هشيل شويه دول كمان في كيس عشان نبقى ايه، عملنا كل الحاجات اهو. وبعدين نكتب على الاكياس بقى، لو انتوا عاملين نوعين ومثلا هتحتاجوا نوع معين في حاجه معينه، تبقوا انتوا عاملين حسابكم انه ده مكتوب عليه. بس نعمل بقى اطباق وتبقى جميله، وقعدوها بقى وتبسطوا بيها، والقمر الدين كمان يطلع. ادي كده عصير الكيت والعصير بتاع الزبديه اهو، نشيل دي خلاص. وقبل بقى ما نطلع استراحه نبص على قمر الدين، بصوا بقى لونه بدا يتقل وبدا يقل يتكاسف. بصوا المانجا شكلها جميل ازاي، خزنوها بالهنا والشفا. احنا رمضان السنه دي غالبا هيبقى ان شاء الله، يعني كل سنه وحضراتكم طيبين، عشنا وكان لينا عمر، هيبقى في شهر 3 شهر مارس، مش عارفه تقريبا كان في اواخر مارس، هيبقى تقريبا بعد مناسبه عيد الام بحاجات بسيطه. بصوا بقى اللون بدا يغمق وبدا ايه، هشوف القوام بقى، بقى لها شويه لسه يتقل عن كده كمان ان شاء الله، عشان خاطر مدام منال وعشان خاطر كل اصدقائنا اللي بيتابعونا. من بكره هنبدا في وصفات المولد النبوي الشريف. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويعني ان شاء الله تبقى حلقات مميزه، هنبدا بالوصفات البسيطه الجميله، اعملوها في البيت، وهتكلم معاكم على في محلات بتعمل بايه، ويعني الفروق ايه بين المحلات وبعضها، الاسعار بقت غاليه وتقدروا تعملوها في البيت باسعار زهيده وجميله جدا. هنستسمح بقى حضراتكم دلوقتي نطلع لاستراحه، نرجع هنكون هنصب القمر الدين ونبدا بقى في كنافه المانجا، علشان يبقى ختامها كنافه مانجا ان شاء الله. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا بشوف بس القوام، انا ما رضيتش اصفيها على فكره، مش عايزه اصفي المانجا، انا عايزاها تفضل زي ما هي كده حتى لو فيها حتت مانجا عادي. بصوا نقدر نعمل بالجوافه ونقدر نعمل بالفراوله المجمده لو انتوا محتفظين. لسه هيتقل كمان عن كده شويه، يتقل كمان تاني. قمر الدين ده ياخد له يومين ليومين ونص عقبال ما ايه يشد في مكان فيه تهويه. طيب نجمع بقى الحاجات، وبصوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد القمر الدين ارتفاع سنتي اهو، ما تعملهوش تخين. البلاستيك ده مدهون زيت بارافين او زيت عادي نباتي، هياخد له يومين عقبال ما، يومين ونص ثلاث ايام ماكسيمم لو التهويه بتاعته كويسه. شايفين ازاي؟ خليني اخد ده معلش، بس شايفين كده